بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا نشرتنا الرياضيه مع فريق نادي الزمالك اللي بيستعد لمواجهه الترجي التونسي يوم السبت اللي جاي ضمن منافسات الجوله رقم 3 من دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. وخصص الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي فريرا فقره خاصه بالتسديد على المرمى خلال التدريبات اللي اقيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله في مقر النادي. وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي عن تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لمدة موسم واحد لحد يونيو 2024. وقال محمد النني في تصريح الموقع الرسمي للنادي: أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وجمهوره كثيرا، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا في أن نكون في أفضل حالتنا. فريق ليفربول الإنجليزي خسر من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-2 في المواجهة القوية اللي اتلعبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات ذهاب دور 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق نابولي الإيطالي الفوز على فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب استاد دوتش بانك بارك في ألمانيا في لقاء الذهاب في دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.